إدارة أرسنال تقدم عرض رسمي لبرينتفورد من أجل حسم صفقة الجزائري بن رحمة. كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إدارة نادي أرسنال تريد حسم صفقة النجم الجزائري سعيد بن رحمة لاعب نادي برينتفورد خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأكدت ذات التقارير الصحفية أن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا طلب من مسؤولي ناديه الإسراع في التعاقد مع النجم الجزائري، حيث سيقدم مسؤولي نادي أرسنال عقد أولي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لنادي برينتفورد، وهذا من أجل التخلي عن النجم الجزائري سعيد بن رحمة. وجاءت هذه الخطوة من مسؤولي نادي أرسنال من أجل خطف سعيد بن رحمة من الأندية التي تريد التعاقد معه على غرار نادي ليستر سيتي، حيث بات المتألق الجزائري سعيد بن رحمة محل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية التي تريد التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.